النجم الليلة والفنان الأردني عمر عبد الله اللي نور المسرح ونور زاد الحضور وتفاعل معاه برشا، وفما برشا زاد من الجمهور جوا على خاطره الليلة. عمر مساء النور. هلا يا حبيبي يا مجيد. أهلا وسهلا يا عمر، شنو أحوالك ونورت تونس؟ يا الله العظيم، تونس منورة بأهلها يا مجيد، منورة عايشك. فيك الله يخليك يا أخويا العزيز يعني من زمان ما اشتقنا لك والله يا مجيد. يطول عمرك، يعطيك الصحة يا أخويا. وإحنا زاد بالأكثر إذاعة تطاوين ديما معاك، وديما إحنا بالمرصاد يعني. الله يسعدك، أنت دائما أصيل، وتونس دائما أصيلة وسباقة للخير وسباقة للكرم، ومو غريب على تونس كرمها وفضلها وضيافتها. الله يديم تونس، الله يخليك يا عمر. طيبين الكرام، والله العظيم يا مجيد إني أكني لكم بقلبي محبة بعيدة عن الفن، بعيدة عن كل شيء، أنتوا غاليين علي والله. الله ينورك يا عمر. بما أنك اسمع شوف، أنت متسلطن ليلى من طلوعك على المسرح للتو متسلطن، مشي حاجة هيك على طاير الإذاعة التطوين ليلى ولو شوية من عندك. والله تأمر. عايش العفو. العفو. أتذكر يا أخوي مجيد غنيت أنا وياك هيك شغلة زمان. إيه؟ أنت ذكرتي فيها الآن، أبصر يمكن أنت ذكرها ونسيها. يا محسونة قل ليش يا محسونة، يا محسونة وعد تجي تحت الزيتون، يا محسونة يا محسونة. الله، هذه تونسية بصوت أردني، محلاك يا عمر. الله يخليك، ذكرتها. اتشرف انه غني لتونس واهل تونس. والله يا مجيد انتوا لكم فضل علينا. لف. فضل على كل فنانين الوطن العربي، واللي ما بيحكي الحق شيطان اخرس. يا سيدي منور، وان شاء الله اقامه طيبه لهنا في تونس. انا تبعت الحفل، وزميلتي ليلى بطبيعه اللي موجوده، كنا فعلا منتشين يعني. ويعطيك الصحه، فعلا يعطيك الصحه يا عمر. حسيتك راضي يعني جدا كلقاء الجمهور العربي والتونسي اللي موجود الليله. الله يخليك يا مجيد، هذا شرف لي والتكريم هذا اليوم انه اختاروني انا الفنانين العرب انهم يكرموني، هذا وسام على صدري. ولما تختارني كمان دولة فلسطين وأنا أردني الجنسية، إني أتكرم بديل عنها، هذا أيضا وسام على صدري. ما بعطيني غير إني بدي أقدم دائما الأفضل إن شاء الله، وربي يا رب يخلينا دائما نقدم الأفضل بإذن الله. نشوف وطننا العربي بخير، نشوف الوطن العربي مثل اللي بتعمله تونس اليوم بهذه الجمعة الطيبة، تجمع كل الوطن العربي إن شاء الله يا رب. الله يديم هذه المحبة ويخلي تونس بخير، وشعب تونس الطيب الرائع الرجولي بألف خير يا رب. عايشك، برغم أنها طالت الجاية يعني، الحمد لله أنا جت. لكن أنت بالقلب والله. عايشك عايشك. وأنا حبيت من خلالك أني نسلم على أحمد، نسلم عليه وتحياتي لي أحمد. وبسلم عليك أيوب جنبي والشباب كله بسلم. سلم عليهم الوفد كامل اللي معاك يعني المجموعة. الله يسلمك يا رب يا أخي. يعطيهم الصحة. عايشك يا عمر. وأنا شاكر على اتصالك وعلى متابعتك دائما، مهتم فيها ويهتم بالفنان العربي يا اخوي مجيد. عايشك، بارك الله فيك، سلا اقامه طيبه في تونس، وديما ان شاء الله متوج، وديما بحذانا في حفلاتنا وسهراتنا ومهرجاناتنا باذن الله يا عمر. وجودك ان شاء الله وتونس بخير، احنا بخير ان شاء الله. عايشك، شكرا يا عمر، منور خويا، منور.